السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، والتي نخصصها الليلة لإجراء قراءة متأنية في مقترح الاتفاق السياسي الليبي الأخير ومحاولة معرفة أوجه تباينه واختلافه مع المسودة الرابعة الموقع عليها بالأحرف الأولى. فما هي أوجه الائتلاف والاختلاف بين مقترح الاتفاق الأخير والمسودة السابقة؟ وهل بوسع الاتفاق السياسي الأخير تحقيق القبول لدى طرفي الحوار؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الهاتف من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام نعيمة الحامي، وعبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وعبر سكايب من لندن معنا الناشط السياسي مفتاح لملوم، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي سليمان البرعصي. أرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. لم تشهد مسودة الاتفاق السياسي الليبي تغييرات يمكن وصفها بالجوهرية، لكنها في المقابل تضمنت بعض التعديلات مقارنة بسابقتها. ففي باب المبادئ الحاكمة جرى نقل الفقرة السابعة إلى التاسعة وتعديلها لكي تؤكد على الالتزام الكامل بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياده. وفي ذلك إشارة إلى ضرورة احترام أحكام المحكمة العليا. وفي الباب نفسه أكدت المسودة على احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام، وحظر إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة. على صعيد آخر، ألغت المسودة الأخيرة نص المادة 68، لكنها نقلت مضمونها المتعلق بالتزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان إلى الديباجة، إذ جرى تعويض الشرعية الدولية بعبارة القانون الدولي لما تحمله الشرعية الدولية حسب المختصين من غموض وضبابية. على مستوى عضوية مجلس رئاسة الوزراء، نصت المسودة الأخيرة على إضافة نائب ثالث للرئيس، فيما منح باب الدعم الدولي في المادة 57 حكومة الوفاق الوطني طلب المساعدة والدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الإقليمية، في إشارة إلى جامعة الدول العربية لوضع وإقرار خطة شاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة الليبية. يأتي ذلك في وقت أشارت المسودة السابقة إلى أن مجلس الأمن وحده من تطلب منه حكومة الوفاق الوطني مساعدتها في مراقبة الامتثال للترتيبات الأمنية. على الصعيد المالي، نصت المادة 63 في الأحكام الختامية على التزام حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأرصدة الليبية بالخارج، جزئية أكدها الملحق الخامس في المادة المتعلقة بتحصين الأصول واستردادها. إذن لم تشهد المسودة الأخيرة تغييرات جوهرية، لكنها اشتملت على بعض التحويرات التي جعلتها تختلف ربما نوعا ما عن المسودة التي سبقتها. سيد الحامي، كيف وجدتم المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي الليبي؟ أولا نقول بسم الله، تحية طيبة للأستاذ خالد ولمتابعي القناة والضيوف. نعم. طبعا التوقيع كان على المسودة الرابعة بالأحرف الأولى، ولكن بعد تقديم المؤتمر الوطني للتعديلات فكان الفارق لقبول التعديلات السبع من تسع تعديلات في المسودة السابعة. بقى تعديلان هامان جوهريان يراهما المؤتمر الذي يسعى إلى تضمين هذين التعديلين. ولكن الجلسة الأخيرة أيضا التي أعلن فيها السيد ليون حكومته، كان هناك أيضا قبول للتعديل لما جاء في بيان دار الإفتاء وما جاء على في خطاب المفتي الشيخ صادق الغريامي فيما يخص الشريعة. فنحن نرى بأن التعديل جاء في المسودة السابعة إلى حد لا يعني حد كبير يلبي طلبات المؤتمر، ولكن لازلنا نسعى إلى تضمين باقي التعديلات. طيب سيد الشيباني، ما هي أبرز تحفظات
مجلس النواب على مسودة الاتفاق الأخيرة، بما أن المجلس عاد وأكد بأنه ما زال متمسك بالمسودة الموقع عليها سابقا بالأحرف الأولى، وهذا يعني أنه يرفض المسودة المقدمة أخيرا؟ نحييك ونحيي ضيوفك الكرام ونحيي مشاهدينا الأعزاء. نعم، طبعا بالنسبة لمجلس النواب تمسك بالمسودة الأولى التي تم عليها التوقيع بالأحرف الأولى، وبدأ النظر إلى ما أضافه المؤتمر الوطني. بالنسبة لمجلس النواب لا يشكل شيء له ولا ينتبه إليه، لأن نحن وقعنا مسودة الأولى وأصبحت اتفاق ووقع عليه جميع الحاضرون إلا المؤتمر الوطني. فحقيقة المؤتمر الوطني بدأ يملي في شروطه على السيد اليون، والسيد اليون عليه ضغط إقليمي وضغط دولي لمجاملة المؤتمر الوطني. ففي البداية حقيقة لم يوقعوا، ثم جاءوا بشروط 9 لم قبل منها السيد اليون 7، ثم بعد أن قدم السيد اليون المسودة وجعل ما طلبه المؤتمر الوطني في أحكام إضافية، حقيقة أراد المؤتمر الوطني وأغرى ذلك المؤتمر الوطني بإضافة بندين آخرين أو شرطين آخرين. وهذا حقيقة ما جعل مجلس النواب يتمسك بالمسودة الأولى، لأننا نحن لو فتحنا هذا الباب لأغرى حتى الأطراف الأخرى بإضافة ما يريدون، وأصبحت هذه المسودة غير محصنة وحقيقة قابلة للعبث وللشطب وللإلغاء والتقديم والتأخير، وهذا ما يريده مجلس النواب. مجلس النواب يريد اتفاق نهائي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، ثم ننطلق ونجعل هذا الاتفاق مرجعية ويتم من خلالها تنفيذ آليات الملاحق للتنفيذات الأمنية والمالية وغيرها. فحقيقة ما لمسناه نحن في حتى بعد الاطلاع على ما أضافه المؤتمر الوطني، هناك في كل مراحل التنفيذ الاتفاق هناك ما يسمى بالتشاور. مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة، مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة، بالتشاور مع مجلس الدولة، ثم يأتي الأحكام الإضافية التي أضافها المؤتمر الوطني أن كلمة التشاور تعني التوافق، أي بمعنى لابد لمجلس الدولة يوافق على كل ما يقره مجلس النواب سواء كانت قرارات وقوانين وغيرها. فهذه طبعا أحد الله. كذلك المؤسسة العسكرية أصبحت حقيقة غير محصنة، والمؤسسة العسكرية قابل لتغيير قادتها وقابل لتغيير من يقودون المؤسسة العسكرية. وبالنسبة بحقيقة يجب عرض الجميع، بالنسبة لمجلس النواب وكذلك والحاضن لمجلس النواب المنطقة الشرقية، المؤسسة العسكرية الموجودة حاليا حقيقة خط أحمر لأنها طيب سنأتي على هذه الجزئية في سياق الحلقة. السيد الشيباني الأمن وذكرت المسودة بالاسم المنظمات الإرهابية التي يحاربها الجيش. واضح. نعم. واضح، وسنناقش هذه الجزئية بالتأكيد أكثر في سياق هذه الحلقة، ولكن قبل ذلك أذهب إلى السيد لمنوم وأسأل سيد لمنوم، كيف قرأت مسودة الاتفاق المقدمة أخيرا من البعثة الأممية؟ في واقع الأمر لم أفاجأ على الإطلاق بما قدمه السيد ليون، لأن من البداية كانت الحوارات أو التفاوض بين الأطراف الموجودة في السخيرات وفي جنيف وغدامس. في واقع الأمر كانت البداية خطأ في الحوار، وعليه النتائج عندما تبنى على أشياء خطأ ستكون خطأ بكل تأكيد. طبعا ليون استغل الخلافات المتجددة بين البرلمان والمؤتمر، أنا لا أتحدث عن بقية المشاركين في الحوار لأن هؤلاء في نهاية الأمر لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون أي قاعدة شعبية أو يمثلون مدن معينة وغيره. وبالتالي الخلافات التي بدأت تظهر منذ البداية بين المؤتمر والبرلمان هي التي جعلت سيد ليون في نهاية الأمر يصل إلى قناعة على أن هؤلاء لم يبلغوا سن الرشد بعد، وعليه لابد أن تمنع عليهم شروط، وهذا ما كان. هو أعذرني يعني حتى نكون محددين وبشكل أكثر دقة سيد لملوم، إذا كنت ترى بهذا الرأي فما المعيب في هذه المسودة؟ يعني حتى لا تبقى الأمور بشكل عائم غير مفهوم وغير واضح، ما الذي يمكن أن تضع عليه الآن إصبعك وتقول بأن هذه النقطة في المسودة جزئية معيبة تجعل من المسودة غير مقبولة؟ أنا لا أتصور أولا
البرلمان قدم قائمة بأسماء مرشحيه، والمؤتمر لم يقدم قائمة بأسماء مرشحيه، ثم جاءت هذه التشكيلة مخالفة لما تقدم به البرلمان من عناصر لتضمن لتشكيلة الحكومة التوافق. وأعتقد في تصوري أنها لم تشمل إلا عنصر واحد من العناصر التي تقدم بها البرلمان. أنا في تصوري أيضا السيد المقاطعة، يعني مقترح تشكيل الحكومة هو لا يمثل إلا ملحق من ملاحق المسودة، ملحق صحيح، ونحن في هذه الحلقة نحاول أن نناقش المسودة في ذاتها، فما هي قراءتك في عجالة لو تسمح حتى ننتقل إلى ضيفنا في طرابلس، ما هي قراءتك في هذه المسودة؟ قراءتي في هذه المسودة أن سيد ليون من ناحية رفض في البداية أن يضمن مقترحات المؤتمر إضافتها للمسودة الرئيسية، ثم قال أنها لا تفتح، وبالتالي فتحها من جديد وأضاف بعض وأحمل بعض، ثم الإضافات الجديدة التي جاء بها فيما يتعلق بعدم تقيده بالمسودة وإدخال تعديلات جوهرية عليها، أنا لا أقول طفيفة على الإطلاق، تعديلات جوهرية هذه مخالفة لما كان قد اتفق عليه. طيب اسمح لي أنا أن نأتي لمسألة التعديلات إذا ما كانت جوهرية أو طفيفة معك تحديدا، ولكن قبل ذلك سأذهب إلى السيد البرعصي في طرابلس وأسأل السيد البرعصي حول تقييمك لما قدمته البعثة الأممية في مسوداتها الأخيرة. أعتقد أن المسودة الأخيرة تلبي حاجة جميع الأطراف سواء كان المؤتمر أو البرلمان، ولكن الشيء الرئيسي هو تلبي حاجة الشعب الليبي. الشعب الليبي بحاجة للاستقرار، إلى الأمان، إلى أن تدور العجلة الحياة، عجلة الحياة وخاصة الاقتصادية بأسرع ما يمكن. أتفق مع السيد لملوم أن السيد ليون واجه طرفين غير راشدين غير بالغين في التفكير السياسي. للأسف السيد ليون كان يغير المسودة تلو المسودة كل اجتماع، كل هو يعني في النهاية هذه وجهة نظرك سيد برعسي وعلى المقاطعة، لكن لا، سنحاول أن لا نتحدث عن أطراف الحوار بقدر ما نتحدث عن المسودة في ذاتها. يعني الآن نحاول حتى لا تبقى المسودة الأخيرة المشاهد شيء مبهم، ما التقييم، ما هي هذه المسودة، ما الذي تحويه؟ أعتقد أن المسودة الأخيرة أعتقد أنها جيدة نوعا ما للمجتمع الليبي، للشعب الليبي. هناك المشكلة الرئيسية للأسف التي تناقش فيها البرلمان والمؤتمر هو التشكيل الوزاري، كأن المسودة كلها اختزلت في التشكيل الوزاري، والذي هو أحد البنود وليس كل البنود. بصفة عامة أنا من مناصري هذه المسودة. طيب لماذا تحديدا هنا التوقيع عليها؟ لماذا ترى أن هذه المسودة تلبي طموحات الشعب الليبي وتسمح بإعادة الاستقرار للحياة في ليبيا؟ ما الذي يوجد في هذه المسودة يكفل تحقيق ذلك؟ هي لا تلبي احتياجات الشعب الليبي بصفة كاملة، هي تمنع مواصلة انهيار الدولة. الآن الدولة في عملية انهيار، هذه المسودة تمنع هذه عملية الانهيار وتسمح لإعادة البناء خطوة بخطوة لإزالة الدمار الذي حدث السنة الماضية على جميع المستويات. طيب، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية. هناك كارثة إدارية حاصلة في الدولة الليبية تمس المواطن الليبي بصفة عاجلة. السيولة الآن لا توجد في المصارف، التطعيمات في الصحة لا توجد، هذه كلها تمس المواطن الليبي. هذه المسودة يمكن أن تمنع هذه الانهيار بصفة مؤقتة بمساعدة الأمم المتحدة، بمساعدة الأطراف الخارجيين في كيفية إعادة الحياة الطبيعية للشارع الليبي. طيب سيد الحامي، يعني تحدثت عن بقية تعديلات يطالب المؤتمر الوطني بإدراجها في الاتفاق النهائي، ما هي هذه التعديلات التي ما زلتم في المؤتمر تطالبون بأن تدرج في المقترح الاتفاق؟ نحب الأول نشير أن إجابتي في السؤال الأول طبعا انفصلت ما بين المسودة وبين مقترح الحكومة، يعني كانت إجابتي متضمنة تشير إلى المسودة ولم أعطي رأيي في مقترح الحكومة، كان يعني إجابة على سؤال حضرتك. التعديلات طبعا احنا عندنا التعديل اللي هو المناصب السيادية، الجيش، المصرف المركزي، الهيئة العامة للرقابة وغيرها من المناصب السيادية، لأنها غير واضحة أثناء توقيع الاتفاق.
تكون شاغرة أم تكون شاغرة لفترة، لأن كما جاء في الاتفاق هناك مدة احتمالية 50 يوم تقريبا تبقى غير شاغرة، وهذا طبعا لن نقبل به، فهذه المادة احتاجت إلى تعديل إلى تحكيم في الصياغة. أيضا الأمر الثاني هي فيما يخص المؤسسات الجيش والشرطة، تفعيلها إعادة التفعيل والبناء. هناك طبعا المادة التي تنص على لا يلاحق من حمل السلاح أثناء فترة النزاع، طبعا هناك إشارة طبعا إلى ثوار 17 فبراير وفجر ليبيا خاصة. فأيضا المادة كانت محتاجة إلى صياغة وإلى تحكيم. طيب سيد الشيباني، يعني في ذات الجزئية مسألة عدم قبول مجلس النواب بالمقترح الأخير للاتفاق، يعني يقدم الموضوع على أن المؤتمر الوطني كطرف أساسي في الحوار الدائر في الصخيرات لم يوقع بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة، وبالتالي لا يمكن التمسك بهذا الأمر ومواجهة المؤتمر بأنه إما أن تقبل بالمسودة التي لم توقع عليها أو لا. هل يأتي هذا الموقف من مجلس النواب تمسكا بالمسودة الموقعة بالأحرف الأولى لأن هناك تغيير جذري حدث بعد تلك المسودة، أم مسألة مبدأ فقط؟ نعم، وحقيقة نحن في أنا في لجنة الأربعين التي كلفت من مجلس النواب بمتابعة المسودات وإبداء الملاحظات بشأنها ومراجعتها. فنحن نتذكر أن في شهر رمضان المبارك كنا نبقى حتى قبل الفطور قليلا ثم نرجع بعد الفطور ونتابع هذه المسودات، وأخذ منا حقيقة الحوار بصفة عامة أخذ منا وقتا طويلا، أشغلنا حتى على بعض التحقيقات التي كان يمكن أن تكون لصالح الناس. طيب الحقيقة أن نحن من حيث المبدأ نحن حاولنا قدمنا ما لا يقل عن 50 أو 52 تعديل في المسودة الرابعة ولم يذكر منها شيء، وتقبلنا ذلك من حيث المبدأ حيث تم التوقيع على هذه المسودة. نرى أن هذه المسودة يجب تعطى حصانة ولا يجوز ولا يفتح المجال في فتح هذه المسودة وإجراء التعديلات، لأن إجراء فتح باب التعديلات يغري الكثير من أن يطلب تعديلات وتعديلات وتعديلات. وصل حتى من الشيخ صادق غريان المفتي الذي قاله مجلس النواب بالسلطة الشرعية الآن قاعد يفتي وقاعد يدخل في الشريعة كأن الآخرين لا علاقة لهم بالدين. نحن من حيث المبدأ لابد أن نحافظ على المسودة. نحن نعرف أن لكن المؤتمر لم يوقع، يعني هذه الحجة تدفع كثيرا في مواجهة هذا الرأي. المؤتمر الوطني كطرف أساسي في الحوار لم يوقع على تلك المسودة بالأحرف الأولى، وبالتالي لا يمكن مواجهته بأنه لا يمكن العودة لفتح هذه المسودة. ألا يجب هنا أن تقدموا ما الاعتراضات التي تعترضون على إدراجها على تلك المسودة حتى تتمسكون بها هي دون غيرها؟ هو حقيقة نحن إذا كان المسودة الأولى تم فتحها وتم استبدال هذه المسودة الأخرى والمسودة الثانية التي عدلت لم يوقع عليها المؤتمر ولم يوقع عليها مجلس النواب وما زالت محل جدل، نرى يفاجئنا السيد ليون بحكومة قبل أن يتم التوقيع على المسودة، وهذا خرق واضح يوصلني إلى أني أقول أن هذا أصبح عبث ولعب. لا يعقل أننا نأتي للحكومة ونشكل حكومة قبل أن يوقع الطرفين الأساسيين على المسودة التي هي أصلا مرجعية هذا الاتفاق. فالعمل يا سيدي أصبح لعب وأصبح عابث. طيب هذا موضوع آخر، وإن كنت ترى بأن هذا أمر أساسي، لكن ما نحاول تناوله بالنقاش في هذه الحلقة هو المسودة في حد ذاتها. يعني أنت حتى الآن لم تقدم ما هي التعديلات التي طرأت أو أدخلتها البعثة على المسودة الموقعة بالأحرف الأولى، وترفضون أنتم إدراجها في المقترح الاتفاق. قلت لك أننا قضية التشاور، تفسير التشاور في الأحكام الختامية، أن التشاور أغلب المواد الموجودة بين مجلس النواب والمجلس الدولي يتم بالتشاور، وتفسر التشاور أنه التوافق، لابد أن يتوافق المجلس النواب ومجلس الدولة على أغلب الأمور، هذه مرفوضة بالنسبة، هذا سلب للسلطة التشريعية من مجلس النواب، أصبح فعلا يتقاسم معنا مجلس الدولة السلطة التشريعية، رغم أن الحوار أصلا بنى على تقاسم السلطة التنفيذية وليس التشريعية،
وهذا يخالف في المبادئ الحاكمة أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد. لماذا لا تعترضون على هذه النقطة فقط سيد الشيباني؟ لو سمحت. لا وهذا واضح واضح، لكن السؤال لماذا لا تعترضون على هذه النقطة فقط؟ لماذا تتمسكون بالمسودة الموقعة التي لم يوقع عليها المؤتمر؟ هو حقيقة نحن لدينا الكثير من المآخذ على هذه المسودة. مثل ماذا سيد الشيباني؟ مثل ماذا؟ أن شرعية مجلس النواب تستمد من إبرام هذا الاتفاق، ونحن نرفض ذلك. شرعية مجلس النواب استمد من صندوق الاقتراع وليس من هذا الاتفاق. فكالكثير، وهذا ينسف، وبرضه هناك مراجعة القرارات والقوانين التي قامت بها سواء مجلس النواب أو الحكومة المؤقتة، مراجعتها وقد يتم إلغائها. هذا ينسف مجلس النواب من الأصل ويجعلنا نحن لا قيمة لنا، ويؤكد وتبين المسودة أن هذه مراجعة هذه القرارات من يوم 4/8/2014، أي من أول جلسة لمجلس النواب. فهذا ينسف مجلس النواب بالكامل ويجعل مجلس النواب لا قيمة له، وهذا أمر مرفوض، وهذا يخالف ما جاء في المبادئ الحاكمة أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد. واضح، هذه الفكرة باتت واضحة سيد الشيباني. فقط أعذرني أن أنتقل إلى ضيوفي أيضا، وأبدأ مع السيد لملوم مرة أخرى. سيد لملوم، يعني بين المسودة الموقعة بالأحرف الأولى والمسودة المقدمة أخيرا من البعثة الأممية، ما هو حجم الاختلاف والتغير بين المسودتين؟ أسمح لي أولا أن أرد ولو بدقيقة على كلام الأستاذ جبل الشيباني. الحديث عن الشرعية، الشرعية كلاكما شرعيان. إذا تحدثت عن أن جئتم عبر صندوق الاقتراع، المؤتمر جاء عبر صندوق الاقتراع وأنتم جئتم عبر صندوق الاقتراع، وقاعدة المؤتمر الشعبية الانتخابية كانت أكبر بكثير، 3 أضعاف قاعدة البرلمان. بعد 7 أيام سيكون البرلمان وضعه وضع نفس المؤتمر الوطني، انتهت. يا سيد الشيباني، القضية أنكم لم تحترموا حكم محكمة، وبالتالي هذا يصب في خانة أنكم بدأتم بداية خطأ. المفترض في أنكم خلال المؤتمر والبرلمان وصلتم إلى إنقاذ الشعب الليبي من المسألة القادمة التي ربما تحل بعد يوم 20. طيب، المسألة مسألة وطن وضمير. طيب، هذا واضح إذا وجهة نظر التي طرحها السيد الشيباني، ولكن سأعود بك مرة أخرى إلى السؤال بين التباين بين المسودة الموقعة بالأحرف الأولى وبين المسودة المقدمة أخيرا من البعثة الأممية، أين تجد نقاط اختلاف في داخل المسودتين؟ أولا مسألة إضافة طرف نائب ثالث لم يكن في المسودة الأولى، المسودة الثانية إضافة نائب ثالث، وكأن لي بعادة للأقاليم أو عادة الفيدراليين من جديد، وهذا ما مرفوض كاملا. يعني ليبيا ليست 3 أقاليم، ليبيا هي ليبيا من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها. عندما نضع ليبيا في 3 أقاليم معنى هذا أن عدنا إلى ما قبل، إلى فترة الاستقلال وقبل الوحدة. الأقاليم هي الفيدرالية في حد ذاتها، هذه واحد. 2، قيام السيد ليون بتعيين رئيس مجلس الدولة، وهذا خطأ، لأن رئيس مجلس الدولة ينتخب من عندما يقوم مجلس الدولة، أعضاء مجلس الدولة ينتخبون رئيسه. هل أدرج هذا في المسودة الأخيرة سيد لملوم؟ لا، هو مش لم أدرج هذا، وإنما جاء تعيين من قبل السيد ليون. يعني هذه مخالفة المسودة تراها، لكن نحن نحاول أن نبحث. على العموم سأنتقل إلى السيد البرعصي وأسأل يعني ذات النقطة، ما هي أوجه الاختلاف بين المسودة المقدمة أخيرا من البعثة الأممية والمسودة الموقعة بالأحرف الأولى التي يتمسك بها مجلس النواب ويرفض تعديلها أو إجراء أي تحوير عليها؟ فيها الاختلاف الرئيسي هو 7 نقاط الذي أوردها المؤتمر وتم تعديلها من تقريبا 90 عضو في المجلس الاستشاري إلى 134. هذا كان مطلب المؤتمر تم الأخذ به. أعتقد أن هذه تختلف عن المسودة الأولى. إضافة نائب ثالث لرئيس الوزراء
أعتقد أنها إضافة تختلف عن المسودة الأولى، وأعتقد أن هذه هي التي سببت اللغط الحادث الآن. كما أرى وكما أعتقد أن جميع المواد المسودة التي تكلم عليها السيد الشيباني ويعترض عليها، لماذا لم يتم الاعتراض عليها خلال الأيام الماضية، ولماذا لم يقوم فريق البرلمان بتوضيح هذه الاعتراضات للسيد ليون وطاقم الأمم المتحدة؟ ولكن ما كان يحدث هو الاتفاق على ما المفاوضات كلها، يعني الاتفاق على المجلس الرئاسي للأسف، وتوزيع هذه على أسماء معينة وأشخاص معينة. اختيار النائب الثالث أعتقد أنه ليس موجه للأقاليم بقدر ما هو اختيار أعتقد أنه حصة الأمم المتحدة في المجلس الرئاسي. السيد أحمد ميتيق وهو الإضافة أعتقد أنه هو إضافة للسيد ليون وللأمم المتحدة وليس إضافة للأقاليم. هذا حسب السيد الشيباني. أشار السيد البرعصي إلى أن المسودة الأخيرة قدمت صيغة يعني تلزم مجلس النواب بأن يكون شريك في سن وتشريع القرارات مع مجلس الدولة. هل تجد أن هذا الأمر دقيق في المسودة الأخيرة؟ نعم أعتقد ذلك، ولكن هذا من خبث السيد ليون. السيد ليون وجد أن الجزء التشريعي في ليبيا هو جزء معطل. مشاكل ليبيا من بعد سنة 2012 وحتى الآن تكمن في الجزء التشريعي. أعتقد أنه أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة للناحية التنفيذية، وما تحتاجه ليبيا الآن هي عملية تنفيذية، ووضع الجزء التشريعي في حالة تجميد لعلمه أن هذا ستكون مفاوضات طويلة على قانون واحد بين المجلس التشريعي سواء كان البرلمان أو مجلس الدولة. أعتقد أنها كانت مقصودة حتى لا يتم الاختلاف الكثير في إجراء القوانين خلال الفترة القادمة التي هي يجب أن تكون عام وليس أكثر من عام. المشكلة الرئيسية عند أطراف البرلمان والمؤتمر أنهم يعتقدون أنهم خالدون إلى ما لا نهاية، أن الفترة مفتوحة، أنهم سيكونون لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، ولكن الحقيقة أنهم موجودين لفترة عام واحد حتى الانتهاء من الدستور. طيب. وهذه ما أعتقد التي واجدها ليون ويعترض عليها مجلس النواب الآن. سيد الحامي، من بين التعديلات التي يعني تلاحظ على المسودة في باب المبادئ الحاكمة جاء نقل للفقرة 7 إلى 9 وتعديلها لكي تؤكد على الالتزام الكامل بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحيادته أو حياديته بالأصح. هل كانت هذه من بين الطلبات التي طالب المؤتمر بتعديلها على المسودة؟ أستاذ خالد استسمح لي عذرا، عندي سؤال يعني لينا ردت أهمية نسألة ثم أعود إلى سؤال حضرتك. السؤال الآن الأهم يطرح في نفسه، من الذي وقع بالأحرف الأولى على هذه المسودة؟ إذا من اللحظة الأولى في ليبيا هذا سيأخذنا سيد الحامي عذرا، يعني هذا الأمر سيأخذنا خارج موضوع الحلقة وسيبعدنا عن مناقشة. مهم جدا عندما نعرف من اللي وقع الأطراف. بالتأكيد عندما يكون الموضوع مطروح بشكل مجمل هذه نقطة مهمة، لكن نحاول أن نقتصر في هذه الحلقة. السيد الشيباني وغيرها. أوكي. طيب أرجو أن نقتصر على محتوى المسودة سيدة الحامي. طيب تفضل سؤالك، أعيد لي سؤالك. حاضر. سألتك حول التحوير الذي جرى على الفقرة 7 في المبادئ الحاكمة بخصوص تعديل المادة لتؤكد على الالتزام الكامل بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياديته، هكذا جاء النص. هل كان هذا التعديل من بين الطلبات التي طالب المؤتمر بإجرائها؟ نعم طبعا، هذه من أحد التعديلات الهامة، لأن الآن القضاء عندما حكمت المحكمة الآن بعدم شرعية مجلس النواب وبالشرعية للمؤتمر رأينا ماذا حدث، فلذلك كان التعديل وكان التأكيد على احترام القضاء وحياديته، لأن لا نريد القضاء أن يدخل في أي مجال خارج مجاله ولا أن يسيطر عليه أي جهة أخرى ويكون مستقل بذاته. طيب سيد الشيباني، أيضا هناك تعديل آخر جاء في مسألة النص على ضرورة أن تحتكر الدولة مؤسستي الجيش والأمن وحظر إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية
أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة، ألا تجد أن هذا النص ربما قد تم تعديله وتحويره في محاولة لحل مشكلة المؤسسة العسكرية والخلاف حولها ما بين دعمها أو إعادة تشكيلها من جديد؟ سيد الشيباني، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد الشيباني. أنتقل إلى السيد لملوم وأسأل مرة أخرى حول ذات النقطة ربما التي كنت قد سبقت ووجهتها للسيد الشيباني، وهي التعديل الذي جاء في صورة النص على ضرورة احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن وحظر إنشاء تشكيلات أو فرق مسلحة خارج سلطة الدولة. هل تعتقد بأن هذه مقاربة جاءت لحل الخلاف والنزاع القائم حول موضوع تفعيل الجيش أو إعادة تشكيل الجيش ما بين الطرفين، هذا الخلاف القائم بين الطرفين؟ نعم، هو يعني أعتقد ربما هي محاولة موفقة من قبل السيد ليون أولا لوقف ما يقال خط أحمر وخط أزرق وأخضر، فهذه الخطوط التي توضع بالنسبة لأشخاص لا تهم القضية الليبية بقدر ما يهم الليبيين هو تكوين جيش حديث عصري من أبناء ليبيين قناعتهم وعقيدتهم هي حماية الوطن والبعد عن التدخل في السياسة، هي حماية دستور الدولة وحماية المواطنين وحماية حدود الدولة. المسألة عندما يطالب المؤتمر بأن يكون نواة الجيش هي من أعتبرهم غير الكثيرون على أنهم بقايا نظام كتائب الأهداف الأمنية وليس الجيش الليبي. الجيش الليبي لحد الآن لم نسمع له حس على الإطلاق لأنه لازال في بدايات تكوينه، وأن ما كان يعرف بالجيش الليبي في عهد معمر القذافي لم يكن جيشا بل كان ناس مهملين تعوزهم الذخيرة. وهناك طرف يرى بأنه يوجد جيش قائم وأعطاه الشرعية ونصب له قيادات وما إلى ذلك، هذا الخلاف القائم هل يكفي هذا التحوير في النص لحله ما بين الطرفين؟ بكل تأكيد نحن كليبيين نعرف من هو الجيش الذي يقوده حفتر، وليون والعالم يعرف من هو الجيش الذي يقوده حفتر، وهو بعيد كل البعد. نعرف المنطقة الشرقية من ليبيا بها أكثر من 500 و600 ضابط، من يتبع حفتر؟ مجموعة بسيطة، وبالتالي القول على أن حفتر يمثل الجيش الليبي في منطقة شرقية والذي يريده البرلمان أن يكون نواة الجيش الليبي هذا بكل تأكيد غير مقبول على الإطلاق، وبالتالي أراد ليون أن يتفادى هذا المازق القائم ما بين الطرفين، وجاءت الصياغة بشكل تعطي فرصة لمن يأتي إلى الحكومة على أن يؤسس لجيش جديد تختارف في العناصر القابلة لأن تكون فعلا جيش وطني، والعناصر التي لا علاقة لها بالجيش وهي ميليشيات في واقع الأمر أو خريجي السجون فهؤلاء لا يمكن أن نضمنوا للجيش الليبي. طيب سيد سليمان، يعني إذا سلمنا بهذا الرأي بأن هذه مقاربة من البعثة الأممية لتجاوز الخلاف ما بين الطرفين حول موضوع المؤسسة العسكرية بين التفعيل أو التشكيل، هل يكفي هذا النص الذي قدم في المسودة والذي ينص على احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن وحظر إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة، هل يكفي هذا النص لتجاوز الخلاف؟ عندي رد بسيط على السيد الحامي. قرار المحكمة لا ينص على شرعية المؤتمر، قرار المحكمة ينص على بطلان انتخابات البرلمان ولكن لا ينص على شرعية المؤتمر. المؤتمر منتهي صلاحيته في شهر 2 ووافق على الانتخابات وصدق على نتائج الانتخابات، لا يمكن الرجوع إلى شرعية المؤتمر. نعم ولكن أردت أن أرد على السيد الحامي التي قالت أن حكم المحكمة أكد على شرعية المؤتمر وهذا لم يحدث. بالنسبة للجهاز الأمني والعسكري في ليبيا، ما لم يتم التوافق بين جميع الأطراف على كيفية إدارة هذه المؤسسة وكيفية بناء هذه المؤسسة سواء كان بالتفعيل أو إعادة البناء، أعتقد أنها ستكون مهمة صعبة. إذا نحن الآن لدينا رئاسة أركان في برقة ورئاسة أركان في طرابلس وكل
كل واحد يتبع إلى توجه سياسي معين، لا يتبع إلى الدولة كدولة، يتبع إلى توجه سياسي معين هدفه هو إقصاء الطرف الآخر. إذا 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 استطاع الأطراف السياسية خلق ثقة متبادلة بين الطرفين وإقناع الطرف الآخر على إنه على إمكانية التعايش السلمي بينهما وصناعة مؤسسة عسكرية جديدة، يمكن القدوم في ذلك. بخلاف ذلك أعتقد أنها صعبة، وهو ما تفضله السيد ليون حيث وضعها في طريقة تعتمد اعتماد كلي على الاتفاق بين جميع الأطراف. طيب سواء كانت العسكرية أو سياسية. في هذه الحالة كيف تفهم في هذه الحالة كيف تفهم هذا النص؟ أعتقد أنه نص يجبر الأطراف السياسية المختلفة على إعادة تقييم الحالة العسكرية لكل منهما وتقديم حلول جديدة لإدارة المؤسسة العسكرية والأمنية في المستقبل القريب، وهو أعتقد أنه سيكون اختصاص كبير للمجلس الرئاسي ومكوناته الستة. طيب سيد الحامي، وقبل أن أوجه السؤال أنوه فقط إلى أننا ما زلنا نحاول إعادة الاتصال بالسيد جبل الشيباني، لكن حتى الآن لم نتمكن من تأمين الاتصال معه. أعود إليك سيد الحامي وأسأل حول أن المسودة الأخيرة ألغت المادة 68 من سابقتها، والتي كانت تتحدث عن التزام الدولة الليبية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكانت تذكر صيغة الشرعية الدولية. المسودة الأخيرة عوضت هذه الصيغة بصيغة القانون الدولي ونقلت المادة لتصبح من ضمن ديباجة الاتفاق وليس إحدى مواده. ما الذي يعني هذا التعديل أو هذا التغيير؟ دعينا نقول طبعا التعديل هذا أو التغيير، هناك بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية وبعض الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل ليبيا، ومن ضمنها ما تم التصديق عليه ومنها لم يتم التصديق عليه، فلذلك هناك فيها إجبار على ليبيا بمؤسساتها أن تكون تحت هذه الاتفاقيات، ولكن جاء التعديل من عندنا بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ما لا تتعارض مع التشريعات الليبية النافذة فيما يخص حقوق الإنسان، وكذلك الاتفاقيات مراعاة الاتفاقيات التي لم توقع عليها ليبيا. طيب ما قيمة نقل الموضوع من مادة في داخل الاتفاق إلى جزء من نص ديباجة الاتفاق؟ هل لهذا أي قيمة قانونية أكبر أو أقل؟ طبعا يعني نعرف اليوم المجتمع الدولي والورقة التي يتعامل بها ما يسمى تحت مفردات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الشاغرة في هذا المجال، لذلك الدباجة أيضا لها أحكامها وكل مفرداتها ستراعى في هذه الاتفاقية، لذلك تضمن التعديل داخل الدباجة. طيب سيد لملوم، أيضا هناك باب للدعم الدولي تحدث في المادة أو جاء في المادة 57 ونص على أن حكومة الوفاق الوطني يمكن لها طلب المساعدة والدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأيضا المنظمات الإقليمية، وأشارت المسودة السابقة إلى أن مجلس الأمن وحده من تطلب منه حكومة الوفاق الوطني مساعدتها في مراقبة امتثال الأطراف للترتيبات الأمنية التي سينص عليها الاتفاق. هل تجد أي تباين هنا ذا قيمة ما بين الحالتين؟ لا، ربما التباين له قيمة وضع هذا الإشراف على الاتفاق للجهة قريبة الصلة بالطرفين أو المتواجدة على الأرض. بكل تأكيد يعني هذه الجهة التي يمثلها ليون عندما تجد أن الأمور تستدعي أن يجتمع مجلس الأمن أو نقاش مجلس الأمن بكل تأكيد ستنقل إلى مجلس الأمن، ولكنها بالصيغة التي جاءت بها وضعت في يد ليون أو من يمثله السلطات أن يتعامل مع ما قد يطرأ من شيء يخرج به طرف أو آخر لهدم بيوت هذا الاتفاق. يعني حتى نصل إلى فهم النقطة بشكل أكبر،
هل يعني حق حكومة الوفاق الوطني في طلب المساعدة والدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأيضا المنظمات الإقليمية بدل أن يكون النص كما جاء في المسودة التي سبقت والذي يقول بأن الحكومة تتجه فقط إلى مجلس الأمن، هل يعني هذا بأن هناك أطراف أخرى ستكون لها الحق في التدخل متى طلبت منها حكومة الوفاق الوطني ذلك؟ هو ليس بالتدخل وإنما الدعم، الدعم ربما لا يكون دعم عسكري، الدعم ربما يكون دعم مادي، دعم إغاثي، دعم اقتصادي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الدعم دعم عسكري. إذا كان هناك طلب الدعم العسكري لا أعتقد أن الأمم المتحدة ستسمح أو مجلس الأمن سيسمح بذلك على الإطلاق، لأنه وجهة نظر مجلس الأمن والدول الكبرى إلى حد الآن ترى أن حل النزاع في ليبيا يجب أن يتم بطريقة سلمية وليس عن طريق الدعم العسكري أو التدخل العسكري، وبالتالي في تصور أن التدخل العسكري من قبل هذه القوى مرفوض من البداية، وإلا لكان فتحت الباب لمن كانوا يتأهبون إلى غزو ليبيا. هو فقط السؤال مطروح بهذا الشكل لأن الموضوع يأتي في الحديث عن جزئية الامتثال للترتيبات الأمنية. على كل أنتقل بذات الجزئية إلى السيد سليمان البرعسي وأسأل يعني حول قراءتك لهذه النقطة. سيد البرعسي، تغيير مسألة أن الحكومة يمكن لها الذهاب إلى مجلس الأمن وطلب الدعم في مسألة المساعدة في مراقبة الامتثال للترتيبات الأمنية ليصبح النص على أن من حق حكومة الوفاق الوطني أن تطلب الدعم الدولي من بعثة الأمم المتحدة أيضا ومن المنظمات الإقليمية، كيف تقرأ هذا التحوير؟ أعتقد أن هذا التحوير هدفه هو تسهيل المهمة على حكومة الوفاق الوطني لطلب المساعدة الخارجية، وخاصة أعتقد من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو أقرب المنظمات الإقليمية التي لها اهتمامات بليبيا نتيجة للهجرة غير الشرعية وعملية الإرهاب والعملية الإرهابية، فأعتقد أنه تسهيل لحكومة حكومة الوفاق الوطني لطلب المساعدة. كلنا نعلم لو طلب المساعدة عن طريق مجلس الأمن ستدخل في تعقيدات بيروقراطية كبيرة وخاصة بين الدول الدائمة العضوية، وربما يكون هذا إطالة في الزمن للاستجابة لطلبات حكومة الوفاق الوطني لا يراعي الحالة الليبية الآن. ولكن وضعها بهذا الشكل تحت يمكن الطلب من بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وهي أعتقد أن المعني بها هو الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه تسهيل لهذه الحكومة حتى يمكن أخذ المساعدات والدعم. أنا أتفق مع سيد الدوم، هو دعم ربما يكون اقتصادي أمني وليس عسكري لتنفيذ هذا الاتفاق، ويجب أن نعترف أن ليبيا بحاجة إلى مسألة الامتثال للترتيبات الأمنية سيد البرعسي. الامتثال للترتيبات الأمنية بين الأطراف المتفقة على هذا الاتفاق، لا أعتقد أن سيكون هناك تدخل عسكري، ولكن هو عبارة عن تنسيق تدريب، ربما تدريب وتنسيق للقوات المشتركة. يجب أن تكون هذه قوات ليبية واحدة بعد توقيع الاتفاق، لا يمكن القبول بقوات تدفع إلى كرامة أو بقوات تدفع إلى فجر ليبيا. أعتقد أن هذه يمكن أن تفهم تحت هذه الترتيبات الأمنية. القوات الجديدة يجب أن تكون تحت الدولة الليبية، تحت حكومة الوفاق الوطني، تتلقى أوامرها من وزير الدفاع أو رئيس الأمن المعين من هذه الحكومة. طيب سيد الحامي، هل لديك أي تعليق بخصوص هذا التحوير الذي طرأ على المسودة في هذه الجزئية؟ فقدنا الاتصال أيضا مع السيدة نعيمة الحامي. على كل، وأيضا ما زلنا نحاول الاتصال أو إعادة الاتصال بالسيد جاب الله الشيباني. أعود إليك مرة أخرى سيد لمنوم، بشكل عام وأنت ذكرت بأنك ترى بأن التحويرات التي تمت ما بين المسودة الموقعة بالأحرف الأولى والمسودة المقدمة أخيرا تحويرات جوهرية وليست تحويرات ذات شأن كما ذكرت سابقا، أين تجد شكل أو حجم هذه التحويرات الجوهرية التي تحدثت أو أشرت إليها؟ في رئاسة مجلس الدولة سيد ليون تم بالتعيين، وهذا خطأ، اعتبر أن إحنا أردنا أن نبني دولة ديمقراطية يجب أن نحترم الديمقراطية وتعامل معها بشكل
واضح وشكل واضح يعني مسألة التعيين في الديمقراطية غير مقبولة، خاصة وإذا كان هناك نص يشير إلى أن مسألة تتم بالانتخاب. الشيء الآخر والذي أراه مهم جدا هو مسألة نعم تعيين أو وضع أسماء في مناصب معينة واختيار شخصيات معينة لم يتقدم بها الأطراف المعنيين بالأمر. هذه مسألة غير مقبولة على الإطلاق. لو كانت هذه الأسماء قد جاءت من البرلمان ومن المؤتمر واختير من هذه الأسماء لربما تكون مقبولة، ولكن يعين وينصب السيد ليون نفسه وصين على ليبيا مندوب سامي ويعين حكومة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا مخالف مخالف لكل ما في المسودات. مسألة تنص من البداية على الاختيار والانتخاب وليس على التعيين بشكل مباشر من قبل السيد ليون دون استشارة أي طرف من الأطراف. طيب سيد الحامي، إذا كنت تستمع إلي، يعني في ظل كل هذه التباينات الآن التي تبقت بين طرفي الحوار الأساسيين، ما هي الطريقة التي تسمح بالتوفيق بين وجهتي النظر للوصول إلى مسودة نهائية تثمر اتفاقا يقبل به الجميع؟ في بداية نحب نقول بس أن السيد ليون في هذا المقترح أظهر الحقيقة الذي جاء بها منذ اللحظة الأولى من حوار 7 أشهر، لأن في أول يوم وفي أول لقاء مع السيد ليون كان يتحدث بأن ليبيا في حاجة إلى حكومة وليست في حاجة إلى أي جسم تشريعي، ولكن يعني هذه 7 أشهر واللقاءات وما قام به وكذا حتى وصل إلى حقيقته وجاء بهذا المقترح في هذه الحكومة التي لم تنص عليها المسودة، هذه المسودة التي ستكون بالغد بعد التعديل الدستوري بمثابة نعم وقت ليبيا. الآن أوجد التباين بين المؤتمر الوطني النواب أوجه التوافق، لربما هناك توافق لنا الجسمين ما في ذات النقطة، لأن ما جاء في هذه المسودة هذا المقترح منافي تماما لما جاء في المسودة. الآن أعتقد كل منهم يرى بضرورة التعديل في الجسم الرئاسي لنا الاتفاق على نائبين ورئيس، وإذا قلنا لنا نكرس في حكاية شرق وغرب وجنوب ليكن الرئيس من الجنوب والنائبين أحدهما من الشرق والثاني من الغرب، أما أسماء الحكومة فتلغى نهائيا ويكون من حق رئاسة الحكومة أو الحكومة. النقطة التي هكذا تختصرين يعني المشكلة فقط في مسألة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في حين أنكم تحدثتوا طول الحلقة يعني عن خلافات أساسية وجذرية في داخل أو في صلب الاتفاق. على كل اسمحي لي أن أذهب إلى السيد الشيباني الذي أمكن لنا الآن الاتصال به مرة أخرى، وأسأل السيد الشيباني يعني في ظل هذه الحالة التي وصلنا إليها وأمام احتمالية انسداد الأفق التي يقول بها البعض، كيف يمكن العودة للتوفيق بين طرفي الحوار للوصول إلى اتفاق يقبل به الطرفان؟ سيد الشيباني، مرة أخرى للأسف فقدنا الاتصال مع السيد الشيباني. أذهب إلى السيد البرعسي وأنقل لك نفس السؤال سيد البرعسي عفوا إذا كنت قد استمعت إلي، يعني ما البديل، ما هي الحلول الآن؟ أعتقد أن الحلول هو الذهاب والتوقيع لهذه المسودة مع إجراء بعض التعديلات التي تلائم ما يريد البرلمان أو المؤتمر، خاصة في الأسماء المطروحة 6 أسماء. هو السؤال ما الحلول لإقناع الطرفين سيد برعسي؟ وبعثة له السؤال ما الحلول لإقناع الطرفين نعم بالقبول؟ نعم فقط
توضيح بسيط أن سيد ليون وبعثة الأمم المتحدة قد قالت أن أسماء المقترحة للحكومة 17 اسم والمجلس الدولة وكلها أسماء مقترحة وليست معينة يمكن يعني الرجوع إليها، هذه فقط نقطة توضيحية. أعتقد أن الرفض من البرلمان والمؤتمر يتمحور حول عدد قليل من كل الطرفين. هناك جزء من البرلمان ليس له ثقة بما يمكن يحدث من الحكومة، وهناك جزء من البرلمان من المؤتمر ليس له ثقة في الحكومة القادمة. هنا يجب مد الحوار المباشر بين هذين الطرفين أو الاستغناء عليهم والذهاب بتوقيع هذه المسودة. يجب أن لا نستمع إلى الصوت العالي المناهض لهذه المسودة سواء كان من البرلمان أو المؤتمر، لأنها أعتقد أنها تلبي رغبة أكثر من 60% أو 70% من البرلمان وأكثر من 60% أو 70% من المؤتمر، ولكن للأسف الأصوات المتطرفة أو ذات الغلو من الطرفين هي المسموعة أكثر من الأسماء الأخرى. هناك تحوير في الست أسماء يمكن الحدوث يمكن ليون أن يقوم به، وخاصة حتى تجنب المخاوف التي يمكن للطرفين وخاصة طرف البرلمان في الأسماء التي محسوبة على المنطقة الشرقية كالسيد العماري والمجبري. أعتقد أن السيد ليون قد قانه التوفيق في اختيار. طيب على كل هذا هذه جزئية أخرى من الموضوع، يجب واضح على كل. اسمح لي فقط أن أنتقل إلى السيد لمنوم وأسأل، يعني السيد البرعسي يرى أنه ربما من بين الحلول التي قد تطرح لإنجاز الاتفاق هو أن تمضي البعثة في إتمام هذا الاتفاق حتى في حال بقي من وصفهم بالأطراف المتشددة في رفضها لهذا المقترح. ألن ينتج هذا اتفاقا هشا في حال تم بهذا الشكل؟ في واقع الأمر ما تريده ليبيا وما نريده كليبيين هو أن يكون هناك اتفاق مبني على الثقة ومبني على مصلحة ليبيا والليبيين. أي اتفاق يرغم أو يلزم طرف بقبوله غصبا لا أعتقد أنه اتفاق، وبالتالي سيجد هذا الطرف أنه هو كل ما أتيحت له الفرصة أن يقف وجه هذا الاتفاق ولن يتردد في أن يقوم بذلك. مثلا إحنا نريد اتفاق فعلا يتم التوافق عليه بين الطرفين ويقتنعان به ويعملان على تنفيذه، أما اتفاق أو محاولة إيجاد حكومة لا يقبل بها طرف ويقبل الطرف الآخر بنصفها وطرف لا يقبل بها فهذا ليس على الإطلاق حل جذري للمشكلة الليبية، وإنما ما يجب أن يتم أقل شيء أولا البرلمان. كنت أتمنى أن أقول هذا الكلام أمام السيد جبل الشيباني، هو يستمع إليك الآن. نعم، من على منبركم السيد الشيباني قال أن لا اعتراض على البرلمان على أن يوافق على مطالب المؤتمر، ولكن السيد ليون هو الذي يرفض أن يفتح المسودة ويضمن تعديلات المؤتمر. طيب عليها الآن نرى أن السيد الشيباني يتحدث والبرلمان يتحدث على التعديلات واضح التي فقط يعني لأننا يعني تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة ونريد أن نذهب إلى السيد الشيباني قبل أن ينقطع الاتصال معه مرة أخرى. سيد الشيباني، يعني الآن من الواضح بأن الإشكالية والخلاف ليس حول مقترح تشكيل الحكومة فقط، وبأن حتى الخلاف على نصوص المسودة مازال قائم بين الطرفين الرئيسيين للحوار السياسي. ما هي الوسيلة لإيجاد صيغة يقبل بها الطرفان الآن؟ وحقيقة الإشكالية الأولى هو للسيد ليون اعتمد أو نهج حرق المراحل وأصبح يقفز على المراحل ويأتينا بالحكومة والتصويت على الحكومة قبل أن يتم التوقيع على الاتفاق. إذا كان السيد ليون رأى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالمسودة الأولى أصبح لاغ وأصبح لا قيمة له ويريد أن يوقع الأطراف على المسودة التي تمت إضافة ملاحظات المؤتمر الوطني عليها، فلماذا لم يجمع الأطراف ويطلب منهم التوقيع؟ كيف يأتي لنا بالحكومة وبالمجلس الدولة وبالمجلس القومي الأمن القومي ويقول لنا اختار الحكومة قبل أن نوقع على المسودة التي هي إذا كان افترضنا جدلا ان المسوده اللي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى قد انتهت واصبحت في خبر كان، فلماذا لم يجمع الاطراف يوقع على المسوده؟ لماذا يقفل الى الحكومه قبل ان الحكومه على ماذا؟
على ماذا ستطبق الحكومة؟ الحكومة ستطبق وستنفذ الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الأطراف. الباب إذا وصلنا إلى المسودة اللي تم التوقيع عليها بالعرف الأولى لاغية. لكن السيد الشيباني قدم مقترح تشكيل الحكومة، إذا كنت تستمع إلي عذر المقاطعة، هو قدم تشكيل أو مقترح تشكيل الحكومة كملحق من ملاحق اتفاق كامل أو مسودة اتفاق كامل قدمها لتعود الأطراف وتوقع عليها كاتفاق نهائي يبدأ تنفيذه قبل نهاية الشهر الجاري كما ذكر هو في مؤتمره الصحفي. في هذه الحالة إذا قدمت لكم يعني مسودة نهائية تراها البعثة نهائية وقدمت معها مقترح بتشكيل الحكومة، لماذا لا تتعاطون معها حتى يتم البحث عن حل في حال وجود عقبات يعني يواجهها الطرفان؟ لا، هو حقيقة احنا رجعنا للربع الاول، المؤتمر الوطني لم يبعث باسماء مرشحين، والسيد اليون حقيقة لعب على تقسيم المؤتمر الوطني وبث الفرقة في المؤتمر الوطني واخذ طرف دون الاخر. ونحن حقيقة كليبيين حريصين على مصلحة ليبيا وعلى استقرار ليبيا وعلى انتاج حوار حقيقي يؤدي الى استقرار ليبيا. انا اقتنعت جبل الشيباني لا يمكن ان نقتنع بحوار او اتفاق سياسي ما لم يكون فيه المؤتمر الوطني، وهذه حقيقه. الان المؤتمر الوطني الان اصبح طرف لا بد منه، لان اين ستكون الدوله واين ستكون الحكومه؟ والمؤتمر الوطني يسيطر على طرابلس بميليشياته وقواته ومن يدعمه من الاطراف الاقليميه، واجتمع الإسلاميين والجهاديين ومزعوم مجموعة هذه الأطراف في نهاية أحببنا أو كان فاهمنا تأتي. فكيف الآن تأتيني وتقول لي شكل الحكومة بدون ما يكون المؤتمر الوطني قد رشح مرشحين؟ والسؤال كان عن الحلول سيد الشيباني، السؤال كان مطروح عن الحلول، ما هي البدائل في حال تمسك الطرفين وأنتم أحد الطرفين بتحفظاتهم وبرفضهم للمسودة المقدمة؟ على كل أعتذر منك، ربما في أوقات لاحقة نستطيع أن نكمل معك هذا النقاش الذي لم يكتمل لأننا وصلنا إلى نهاية عاشرة الليلة. أشكر ضيوفنا في هذه الحلقة عبر الهاتف، كان معنا من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، ومن طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام نعيمة الحامي، وكان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي سليمان البرعسي، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم في أمان الله ورعايته.